حياكم بزبدة، معكم خد، واليوم راح أتكلم عن تجربتي مع الدي جي آي سبارك. شفتوا فيديو الأنبوكسنج، شفتوا الأغراض اللي معاها في الفلاي مور كومبو. راح أتكلم عن تجربتي أنا كأول مرة أستخدم درون، وشنو السلبيات والإيجابيات اللي حاشتني من استخدام هذا الدرون. أول شيء أذكر أن الدرون هذا 1080p وليس 4K، بطاريته سعتها 1480 ملي أمبير أور، طول 10 دقائق إلا ربع ساعة في الهواء. أول مرة شغلت الدرون لازم أسوي الأبديت عن طريق التليفون، فجيت شبكتها على الوايرلس، قاعد اسوي له ابديت والبرنامج لازم انزله من الاب ستور. تجربه الابديتنج واول مره اسوي له سيت اب كانت تجربه جدا فاشله وسيئه، كان يصير ديسكونكتنج، كان ما كنت ادري هل انا قاعد اسوي ابديت ولا ما كان قاعد يصير ابديت، مرات يصير ديسكونكت، لازم اكون شابك على الانترنت، اذا ما شبك على الانترنت يفصل البرنامج مره واحده، ما يطلع بالواي فاي. وايد اذتني، ساعتين يمكن قعدت وانا اسوي لها سيت اب لاول مره. ودي صراحه ان دي جي اي يصلحون هذه المشاكل بالمستقبل، لكن تجربه الابديت واول مره سيتنج اب كانت 0/10. بعد ما نتعدى خطوه الابديت يكون عندنا تجربه هذا الدرون، وتقدر تجرب هذا الدرون بثلاث طرق. اعلنوا دي جي اي ان تقدر تستعمل ايدك جستشرز عشان تتحكم فيها، او عن طريق التليفون، او عن طريق الكنترولر اللي مع الفلاي مور كومبو كأكسسوار إضافي تقدر تشتري، حاطين أنه تقدر تستخدمه داخل البيت. تحذير تحذير تحذير، لا تستخدم الدرون داخل البيت، لأن الهواء اللي يصير من تفتر الأجنحة هذه راح تسوي درافت وراح تخلخل توازن هذا الدرون في البيت، راح تدعم أشياء، راح تعور ناس. أما الهاند جستشرز اللي شفتها تشتغل فقط أثناء اللي يكون في إضاءة كافية عشان الكاميرا تشوفك وتصير السنسرز تلقط وين إيدك المكان أنت فيه عشان تحركها، لكن مع هذا شفت أن النظام كان فاشل، ما قدرت يعني أستعملها بالطريقة اللي هم موريني إياها في الدعاية، وفي أكثر الأوقات حسيت أنها قاعدة تقرب علي كأنها تبي تذبحني. والطريقة الثانية لاستخدام هذا الدرون هو عن طريق التليفون، تشبكها على الواي فاي وتستخدمها، لكن المشكلة هني ان المسافة اللي تستخدم فيها هذا الدرون هي مسافة اللي توصل فيها الواي فاي، معناته ان حدك 100 الى 150 متر، وهذا شيء غير واقعي حق درون. الدرون تبي فيه تمشي فيه مسافات طويلة، وشفت ناس بالانترنت ضيعوا الدرون لان they lose connection مع الدرون، والدرون تروح مكان ثاني وتضيع. الطريقة الثالثة اللي تقدر تستعمل فيها هذا الدرون هو استخدام الكنترولر. الكنترولر هي فقط مع الفلاي مور كومبو، او تقدر تشتريه كاكسسوار. الطريقة الوحيدة اللي اشوفها ريلايبل انك تستخدم هذا الدرون تشتريها كاكسسوار، واشوف هذا الشيء جدا غبي. هو معطيك الاختيار انك تشتريه معه او من دونه، اذا اعطيتني الاختيار ما اشتريه من دون الكنترولر، لانه يوصل الى مسافة كيلو ونص الى كيلو وين، يعطيك كنترول ذهني فيزيكلي، دقم لتصوير الفيديو والصور. سبورت مود معناته انك تقدر تسوي الدرون اسرع مع الكنترولر، فاذا ما كان عندك الكنترولر ما تقدر تستخدم السرعه القصوى حق الدرون. لاني مستخدم جديد حق الدرون، شفت ان اول مره ثاني مره ثالث مره استعملت الدرون شفت نفسي الوضع مو عاجبني، قلت ليش شريته، غالي ما عجبني، ما عرف اصور فيه. بعد ما تعودت على استخدام الدرون النتيجه اللي طلعت من الدرون هذا جدا حلوه، صدق انها 1080p، لكن حق استخدام التليفونات والانستغرام اشوف جدا فعاله. فالنتيجه اللي طلعت مع العوائر راس من الدرون هذا، وبعد ما تعلمت على الدرون هذا جيت وفهمت شلون استخدمه واطلع منه النتيجه اللي انا ابيها، والنتيجه اللي طلعت معي وايد حلوه صراحه. هل يسوى ان خالد يشتري هذا الدرون؟ لا، لان خالد شخص ميديا كرييتر، شخص يحب الميديا كونتنت، يتعامل فيه من يوم الى يوم اخر، يصور اشياء، يسوي اديتنج ومونتاج، ويطلع اشياء بروفيشنال حق كلاينتس وحق شورت فيلمز او ارت فيلمز. فهذا الدرون مو حق الناس اللي داشين بمجال الميديا كرييشن، هذا الدرون حق الاشخاص اللي توهم داشين في مجال الدرونز، بياخذونها كهوايه، يستانسون فيه بالسفرات، يطلعون فيه بالبر. اقول لك اشتروا عليك بالعافيه، والجهاز وايد قوي، تراكينج مالها حلو، اذا عندك تراكينج بتسوي تراكينج حق سيارات او شغلات هذه، او حتى باقيات بالبر حق موسم الشتاء. انا عندنا بالكويت من شهر 4 الى شهر تقريبا 9 لا تستخدم هذا الدرون لانه وايد حر، ويقول لك الرينج حق استخدام هذا الدرون يوصل الى 40 سيليزية او 40 سلسيس، لا ينصح باستخدامه في الاجواء الحارة. فحق الناس اللي اقول لهم اشتروا هذا الدرون، لا تشترون هذا الدرون من دون الفلاي مور كومبو، البطارية الإضافية، الكنترولر اللي ما تقدر تستغني عنه، والدعاميات إذا أنت أول مرة قاعد تستخدم هذا الدرون، لأني أنا كذا مرة دعمت الطوفة داخل البيت وبر البيت. وإذا أنت من الناس اللي شريته من دون الفلاي مور كومبو
اشتر بس حتى لو الكنترولر علشان تقدر تستخدم هذا الدرون حق الفول بوتنشل. اذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، اذا ما عجبكم سووا ديسلايك، اذا ما تبي تطوفكم فيديوهات من الزبده سووا سبسكرايب على اليوتيوب، سووا فولو على الانستغرام، وحياكم بالزبده.